أنا أعمل أوقاتكم بكل خير مشاهدي الكريم، وأهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من البلاد. اليوم نناقش فيه محورين أساسيين، ماذا يحدث داخل الأفلان وكذلك الألندي برسم الحراك، وما معنى أن يكون منسق شؤون حزب الأفلان مع الحراك الشعبي، أي تموقع جديد، وكذلك أين يتجه التجمع الوطني الديمقراطي بفوضى التصريحات، وما هي المواقف المستقبلية مع استدراك الحزب الذي يقول أنه ما زال يدعم عبد العزيز بوتفليقة. وبين هذا وذاك جولة العمامرة إلى الخارج بمتغيرات جديدة، آخرها تصريح الخارجية الفرنسية الذي يغير نوعا ما من اللهجة الفرنسية تجاه الحراك في الجزائر، تصريحات وموقف فرنسا، يقول وزير الخارجية الفرنسي قرأت بشكل سلبي ولهذا فلن تتدخل فرنسا في الشأنية الداخلية، تصريح فرنسي رسمي هذه المرة سنحاول إثارته مع ضيفي، حيث أسعد باستضافة زهير إتمهوب الصحفي مراسل زي دي اف الألمانية في الجزائر. مساءك سعيد وأهلا وسهلا بك زهير، شكرا على إجابة الدعوة. العربي زواق الإعلامي، مساءك سعيد العربي وأهلا وسهلا بك. مساء الخير. طيب، الأفلان يدعم الحراك وفي نفس الوقت خرجت فيه، يقول لك نخبة، يقول لك مثقفين، يقول لك نحن هذا الجهاز سيطرت عليه قوى مال والآن نريد تأسيسه من جديد ونريد إرجاعه إلى الشعب. الألندي تعرف القصة، الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي يقول لك ضعف بصيرة، ثم يستدرك الألندي الرسمي ويقول لك لا، نحن ما زلنا مع عبد العزيز بوتفليقة وما زلنا مع ندوته ومع برنامجه. ماذا يحدث داخل حزبي السلطة العربي؟ ببساطة متناهية التخبط، إنهم يتخبطون، ما لبهم وش يديروا، فجهم الشارع، الشارع فرض روحه بقوة. إذا كان في بعض الحين أقول لك أنا ما تلومهمش، إذا كان رئيس الجمهورية يتراجع، عليه هم ما يتراجعوش. رئيس الجمهورية أعلن عنيته في الترشح في رسالة، تقدم بالترشح دير مدير حملة ثم غير مدير الحملة أمام الشارع، لغى ترشح نتاعو، وثم بعد ذلك قبل ما يلغي الترشح قال نترشح لمدة سنة ومن بعد انتخابات مسبقة، أمام ضغط الشارع قال ننسحب، بس نحكم بالانتخاب مدة عام. إذا كان رئيس الجمهورية ومعروف مثلا بعزة النفس بالأنفة نتاعو تراجع، عليكم الأحزاب. مع هذا أقول لك، خليني أقول لك وبالك الكلمة حادة، هو أنه خاصة جبهة التحرير هو نوع من الجبن، يتخذوا هذا التراجع هذا. المفروض لو كنت مكانهم أنا نستمر في الموقف نتاعي وليكن ما يكون، يعني يستمر في دعم بوتفليقة وفي السلطة إلى آخر يوم، إلى آخر ساعة. لماذا هناك في السياسة فن الممكن، ممكن أن نغير، ممكن مدام الشعب هناك يمشي في اتجاه كلامك ينطبق على السياسة العامة، أما السياسة الحزبية فلا، الحزب واقف وهم يقولوا عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحزب وهم اللي داروه، كيفاش ترجعوا يخلوه في الموقف هذا؟ شوف، يعني يؤسفني أن السياسة في الجزائر مبنية على الأوهام، يغدر به اتحاد الأموال. اتحاد الأموال لما تشوف، أنا عرفت بوتفليقة الآن، بوتفليقة نقدر نقول بوتفليقة أصبح من التاريخ، لأن طالع في اتحاد الأموال هذاك من الصور العملاقة هذيك الضخمة هذيك اللي كانوا نشرها الكبير ينزعوا فيها، نشوف طحكوت ينزع في الصور نتاعهم من الحافلة نتاعو اللي عمرها كلنا بوتفليقة، ومن بعد تترجع لهم منظمة المجاهدين، وبعد ذلك تشوف الحزبين اللي كانوا يعني صدعونا بهذيك فخامة الرئيس اللي كان في حطر مثلا صحيح. العربي كانوا يكذبوا، كانوا يمثلوا، أم لا كانوا ضعاف؟ قال لك نحن كنا مسيطر علينا، كان مضغوط علينا، ماذا كنتم تنتظرون منا حتى نحن ما كناش أحرار؟ اليوم تحرروا معنا. ما قاله شهاب الصديق حقيقي، كان يقولوا لي من قبل بأنهم لا يؤمنون بوتفليقة، كاين مناخ عم سيرينو، ومعظم قيادة جبهة التحرير لم تكن تؤمن بوتفليقة، في جلستهم الخاصة يحكيوا حكايات غريبة جدا. صحيح. ولكن المفروض يعني بين قوسين أن اللي راجل نحط استقالتي من الحزب وروح نمارس حريتي. هذا وارد في الطبقة السياسية؟ لا، هذو النفعيين المصلحيين حوس كيف يحقق مصالحه بصيغ لا أخلاقية لا رجولية. ومع زهير، كيف تقرأ هذه البكائية
ربما نسميها البكائية من الأفلان ومن الأرندي، كان مضغوط علينا والله في الداخل ما كناش حابين هذا الخامسة، كنا نعرف أنه الاختيار كان صعب، كان مضغوط علينا. واليوم اليوم مادام الشعب قد اختار والرئيس تراجع وسي العربي يقول لك تقريبا انتهى، لا بأس من أن نقفز من السفينة وأنه نمشي، المستقبل سيكون للمستقبل. السواق قال كلمة مليحة الآن، قال لك أنه هذه ماشي طبقة سياسية، احنا مازال ما عندناش في الجزائر طبقة سياسية، خاصة الرئيس بوتفليقة لم يدعم يوما من طرف السياسيين، من هاد النفعيين هادو اللي يحبوا المناصب وما غير ذلك. المشكل في الجزائر أنه منذ ما جاء بوتفليقة وقبل ما جاء بوتفليقة كانت عندنا فترة أين كانت هناك نخبة سياسية، كانت هناك أحزاب سياسية، كانت ناس تمارس السياسة على أساس برامج، على أساس أفكار إيديولوجيا وما غير ذلك. هذا أمر جيد، لأنه من اللي جاء بوتفليقة تصحر التام، لأنه قضى على كل الأحزاب، قضى على كل الشخصيات. اليوم مش رانا عندنا هادو المنتفعين تاع الافلان والارندي يقولوا واش يحبوا، ليس بمهم اليوم ما تقوله الافلان او طيب انت لكن حتى اليوم سي زهير شئنا ما بين، ربما الأمان شيء ولكن الواقع شيء، ما زال حزب يسمى الأرندي، ما زال حزب يسمى الأفلان. في السياسة أن تمضي في ضعف البصيرة أصلح أم أن تصحح؟ لا، في السياسة يقول لك فيه اعتراف بالخطأ، فيه استدراك، فيه ركوب موجة، مش ممكن أنهم يمشوا في خطة ما مشاتش ذهبت. نعود نقول هل هم حقيقة هم أحزاب سياسية؟ وما همش أحزاب سياسية، ما همش سياسيين هاد الناس. معاد بوشارب هذا منين جاء؟ جام يسمعنا به من دي جور لوندما يولي هو الرئيس تاع الافلان، الامين العام بالنيابه، ويولي الكلام هذا. الناس هذو اللي خرجوا لنا على بالناش منين، ولا وحنا عطينا لهم صفه انهم سياسيين، هم ليسوا بسياسيين. لانه انت كي تقول النضال في الافلان، ما معنى النضال في الافلان مثلا؟ يقول لك مناضل الافلان، واش ناضلوا في الافلان على اساس واش كان يناضل برنامج الرئيس ودعم خطه الرئيس؟ ايه خلونا من هذا الكلام الفارغ، هذا كلام فارغ لن ليس شيء. كلامي تعرف انا نقول لك هذا كلام الفارغ هو اللي دانا لهذه المصيبه اللي عايشين فيها اليوم. لانه اليوم مش كاين، وشنو هو المشكل في الجزائر اليوم؟ لانه المرحله القادمه انها بوتفليقه انتهى، خلاص ياسين انتهى والنظام انتهى، كل شيء انتهى، داكور جميل. هل انتهى الافلان؟ الآن هل المرحلة القادمة مثلا فيها حزب اسمه الأرندي، فيها حزب اسمه الأفلان، فيها حزب اسمه تاج، فيها حزب هاولك السؤال اللي هل سنبني هذه الجمهورية الثانية اللي تحدثوا عليها اليوم، النظام السياسي الجديد، بنفس الأوجه، بنفس الأحزاب، بنفس التنظيمات، بنفس المنظمات؟ طيب. أم نذهب إلى شيء آخر؟ حسين خلدون الناطق باسم الأفلان كان ضيفنا قبل 3 أيام تقريبا، قال لك لا أحد يستطيع أن يقصي الأفلان ولا أحد يستطيع أن يلغي الأفلان، الأفلان موجود وسيبقى. تقريبا واهم من يفكر في شيء آخر بخصوص الأفلان ومصيره. يعني 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 سيساسي أنا فريمون الفانتاستيك دوك، دخلنا في عالم جديد قاع خيالي قاع. الشعب كيخرج إلى الشارع في المسيرة الأولى كان يقول الأفلان ديجاج، هي في الحقيقة أمر مؤسف أنه اليوم نقول على الأفلان التاريخي، لأن الأفلان يبقى أفلان في المخيلة الجماعية تاعنا، الأفلان الذي حرر البلد. اليوم اللي نخرج نقول أفلان ديجاج، شيء مؤسف. هاد الناس اللي استحوذت على حزب الأفلان على هذا الشعار اللي هو لو باتريمون دو تول موند، سي لو باتريمون ناسيونال تاع كلنا، ماهيش تاع هذا لك تسمي فيه خلدون وما على باليش شكون هاد الناس استحوذوا على هذا اللابيل كي سابيل الفلان باش يديروا به السياسه، باش ينتفعوا به، باش يدون الخراب الذي نشهده اليوم. لانه الناس اللي واش عايشين، الناس حسب لهم زعما رانا في فتره مليح، حنا نخرجوا للشارع يوم الجمعه خلاص ما كاين والو. لا، خطا، هذا خطا جسيم. اليوم واش لازم نقولوا للناس والشعب اللي راهو يشوف فينا؟ انه يجب علينا نراقب واش راح يصير، لانه هذه الساعه النظام لم يستعمل اي ورقه للضغط على الشارع او على الجزائريين، ما استعمل والو هاد الساعه، ما صرا يعني والو. نخليهم كل جمعه يمشوا، خلي كلش ما صرا والو، الناس تظهر طبيعيين، ما كانش ورقه ضغط على الشارع. هل هذا يعني ماذا تريد؟ يعني ورقة النظام مش عارف، تريد القوه ام ماذا؟ ما هي ورقه الضغط؟ القوه ام ماذا؟
ما على بالناش، قلت لك هذه الساعه ما على بالناش، لانه احنا المهم اليوم كيف نترجم هذا الحراك الى مشروع سياسي حقيقي، نترجم هذا الحراك الى 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 ورقه طريق. طيب ليس كل ما يتمناه الشعب يدركه. سي العربي انت ربما مؤهل اكثر مني لانه عشت الفتره في 88، كذلك كان الشعار للافلان يرحل، كان كل غضب على الأفلان، لكنه بقى. فسر لي من 88 إلى 2019 ما زال الأفلان، هل كل ما يرفع من شعارات شعبية فعلا يحقق؟ واحد قال لك ولا واحد يستطيع أن يلغي الأفلان، الأمر ليس مخولا للشعب، انسوا فكرة أن تلغوا الأفلان، الأفلان جزء من المرحلة المقبلة ومعه بشكل أقل ربما الأرنتي. لا هو كيش اللي قال لك ذلك سي زهير، قال لك ما عندنا السياسيين، نأكدها فعلا ما نسين عندنا مجرد موظفين، روح تروح روح روح، كل موظف لما تحلو على التقاعد راح يروح، تحولوا من ولاية لولاية ومن وزارة لوزارة راح يروح يخدم خدم. ما عندنا السياسيين، عندنا مجرد موظفين تطبيق التعليمات. وغدوة لو كان يحكمنا رئيس يعني توفر فيه ضرورة القائد الحقيقي يعني اللي لازم يدخلنا في الجمهورية الثانية ويتخذ قرار بحجب التحليل، والله كيما راك تشوفهم كلهم يصفقوا له، لأنه ما يحتاج مناظرين، كان مجرد موظفين يصفقوا له كأن شيئا لم يكن. وشوف حفلة المرحلة انت رئيس بوتفليقة، واحد تناقضات رهيبة تنتقل لك من الاكسرام من الاكسرام، هذا اللي تسميه مناظر انت عجبت رات على رندي، يصفقوا منه ويصفقوا منه، نورمال عادي جدا ما عندوش مشكل. طيب البارح برك منذ شهر يعني كان الرئيس بوتفليقة هذا ماشي رئيس عملاق، وصل وزير يقولهم بعث الله محمد رحمة للعالمين وبعث الله وبعث بوتفليقة رحمة للزين، هذا وزير المجاهدين، هذا معاذ بوشارب أرسله الله البرسول. ثم اليوم عسهم منه وطلع على سمعت واحد زاد ذكر كلمة فخامة الرئيس، كنت هني رغم أنه يعني باش نبرك على الموضوع، المفروض مثلا كلمة فخامة الرئيس هذه كلمة يسموها السفراء، احنا وصلنا في نشرة الأخبار استقبل اليوم فخامة رئيس الجمهورية، إلا في الجزائر يستحيل تلقاها في جريدة أخرى في تلفزيون أخر إلا في الجزائر. طيب السياسيين مصطلح فخامة الرئيس استعملوه السفراء. معلش العربي سألتك 88 كان المطلب ارحل الأفلا لكنه استمر. بالضبط هاني جايك ليها، قلت لك لو كان غدو يخرج رئيس وعارف وش يدير وعنده ثقة في نفسه ورئيس أهم حاجة لازم توفر هي الشرعية، رئيس شرعي وينهج بالتحرير ولا شيء يعترضه. المشكل اللي جاب أحداث أكتوبر مشينا مليح مليح في البداية، ولكن بقينا نتعثروا رغم الإرهاب، ما تنساش الإرهاب كان همجي مدمر. الحقنا روح لما وصل الشدي بجد الله يرحمه نهاية وانسحب، جاء المجلس على الدولة، جاء بوضيف الله يرحمه تم اغتياله، جاء عليك في المرحلة مقتيرة جدا وما قدرش يواصل الله يرحمه كيفيه وماته كامل، بعد جاء زروال وأمام الصراع الكبرى وزروال رئيس دولة وما رئيس جمهورية رئيس دولة الجمهور عنده طباع حدنا، انسحب جاء بوتفليقة، مع بوتفليقة عشنا الردة عن كل شيء. ونبهك نقطة مهمة لازم يذكروها الناس تنسى، رموز الحزب الواحد رموز الحكم كانوا زوج شخصيات، العربي بالخير الله يرحمه، محمد الشريف المساعدي رحمه الله يرحمه، ودو في زوج. أول قرار اتخذ تقرير الشلي من جديد هو بعد هذه الشخصية، النظام كان يعني يعني العربي بالخير يعني مساعدية، من القارة الأولى اللي تخذ رئيس بوتفليقة إعادة هذول الواجهة، مساعدي يرجع الرجل الثاني في الدولة في مجلس الأمة، كان الرجل الثاني في الدولة أيام الحزب الواحد باعتباره حاكم هذيك الأمانة العامة للحزب، والعربي بالخير صنع الرؤساء رئيس الديوان تاع الرئيس، رجعهم بوتفليقة وعمل على إعادتنا من نقطة صفر، وكفر بكل ما جاء في مرحلة التعددية، وعدنا خطاب الواحد وعمل على تكريس الوضع كما يعني الحزب الواحد هذا لازمة نستمر بها حتى ولو كان عندنا حراك، حتى ولو كانت عندنا ثورة شعبية، حتى مطالب بالتغيير استمر دائما، استمر دائما برغبة بوتفليقة. بوتفليقة هو اللي عاد الأمور نقطة صفر. بوتفليقة جانا هو متشبع في ثقافة السبعينات، يخرج استغرب يلقى صحفة مكتوب مستقل، استغرب كيفاش هذا ويقول لك انه لام السلطة، وكان يقصد في سيد مرد حمروش لانه كان وراها، كيفاش تقبلوا هذا الشيء هذا؟ ومن بعد يجيب لك هذاك المنطقة تاع الحزب الواحد الديمقراطي، هو انكم تقراوا تخدموا انت الحزب الواحد. طيب
لا ولا ومعناها الديمقراطيه السياسيه ما تعنيش التعدديه، تعني لا انت كيف نوفر لك كلش ونحكمك مدى الحياه وما عندكش حق في قضايا سياسيه. عادنا للحزب الواحد الان المستقبل كل المعطيات بدلت. اولا كان الارشيف اللي صنع راسه هما العسكري اخي، كان عندهم الارشيف جبدوا من الارشيف بضيف جابوه من الارشيف. الشيء اللي قبله كيف تقريبا كان عندهم الارشيف جبدوا منه. الان الارشيف انتهى بنهايه بوتفليقه انتهى العصر نتاعهم. وش راح نجيبوا؟ وحتى العسكر المؤسسه العسكريه نتاع 90 نتاع اليوم ماهيش كيف كيف. المؤسسه العسكريه تعيش مرحله تحول. دائما تتذكر لما نتشابكنا وانا وعبد الهادي كنا يقول لك الجيش تاعنا محترف، نقول مش محترف، الجيش تاعنا يعيش مرحله تحول كبرى نحو الاحترافيه. صحيح. ما وصلهاش، ولكن المؤسسه العسكريه طيب. مشت بعيد، راحت بعد تاع السياسه، الان الاقدار راح ترجعها باش تلعب دور. طيب البكائيه الافلان والارندي يشتكيان، قال لك نحن لم نكن نملك امرنا، البعض قال لك قوى غير دستوريه، واحد قال لك قوى ماليه، الافلان تنازعته قوى وتنازعته شخصيات وراء الستار. هذه البكائيه برايك ستبرر شعبيا، ستكون مقبوله شعبيا مثلا نوع من الغفران لهذه الاحزاب التي كانت جزء من الازمه؟ بالعكس، الشعب سيتهمهم الجبن اللي مش قادر يقول كلمته، مش قادر يغير ايام بحكم بوتفليقه. المفروض على الاقل على يستقل وينسحب، اما تسير كلش وماشي تسير برك، تروج وتروج باسلوب دعائي سخيف. انا دائما كيقول البرنامج في خمس نقول وحب نقراه، ما كاينش ما عندهمش، اعطي البرنامج في خمس نقراه. وكنت تبع الوزاره نقول كل وزير يجي يطبق شيء، يجي وزير بعد يطبق شيء وكل يكون يطلع في خمس والبرنامج ما كاينش. الصغير من السهل. خليني نكمل لك. المفروض هذا الشعب ما يصدقهمش، بالعكس يتهموا الجبن والنفاق. ولكن دعني نقول لك الكلمة الأخيرة، هذا النوع من الرجال أنت تعرف مثلا هذا معالج بدر كيف جاء بطريقة لا دستورية لا قانونية، عفس كل شيء، بل أساءوا للحزب وأساءوا للمجلس الشعبي الوطني به. ومن الطبيعي جدا أن يرفضهم الشارع وما يتعاملش معهم. يقول لك جعل الجميع في سلة واحدة قد يكون خطأ. البعض يقول لك كان فيه ناس في الأفلان موجودين وكانوا ضد هذا الأمور، لكنهم اختاروا أن يكونوا في بيتهم، عندهم كفاءات، عندهم إطارات يخدمها أن يكون الحزب حزبا ويستمر. فيه كثير من الناس قال لك خلاص فيه إرادة حتى نرجع الحزب إلى ما كان عليه قبل 99 يلا، وكذلك أن يكون قوة اقتراع وعندهم مناضلين. حزب كبقية الأحزاب يحتفظ بذلك الزخم التاريخي، لكنه حزب، حزب ليس إلا وليس جهاز. شوف شوف يعني الأفلان، هل اليوم المشكل هذا الانسداد الحاصل في البلاد هو مشكل؟ نحن نتحدث مثلا عن الأفلان ولا الأرندي ولا نتحدث على الأفلان مثلا، معليش نجعلوها نتحدث على الأفلان لأنه نقطة مهمة في المرحلة القادمة، لأنه إذا استمرينا يعني بوجود الأفلان والأرندي مثلا ما درنا والو. حبي يقول بكل بساطه بعد 30 سنه نروح في نفس النقطه، نفس النقطه. كيف يسطو مثلا في عمليه سطو او ماذا؟ ماشي سطو، خليني نكمل برك من فضلك. تفضل. انت تقول كاين اطارات كفاءه في الافلان، تقول انها احنا كنا ضد هذه الامور باش نتخباو. واش راهي السياسه؟ جراه اولا. السياسه هي تعبر على ارائك، اما تتخبى في الدار وتقول باللي انا بصح ما كنتش قابل بصح قعدت في الدار، قعدت في الدار لو خلاص. ضعف بصيره ما كان لا ضعف بصيره. شوف ضعف البصيره والتبصر اللي كنا نسمعوا فيها هذه الامور، هذه كيما مدلسي نهار اللي قال لنا في ربي رحمه الله، نهار اللي قال لنا باللي جي مونكي دانتيليجونس، نفس الشيء. يعني نرتكب اخطاء جسيمه لحقتنا الى مرحله انسداد تام، رئيس لا يريد الذهاب، وعندنا هذه كامل الامور، الناس بالملايين في الشارع. ومن بعد يقول لي ضعف البصيره، نقول له معليش ما فيها والو، ما تكملوا من بعد نجي نهضر معاك. اللي دانا لهذا المشكل لهذا الانسداد ما عندوش لو دووا، انا بلو لو دووا دو بارلي، حتى ولا جاي يبكي ولا جاي يشكي ولا قال لك لم اكن احكم، لم اكن اسير، كنت جهازا. كيفاش انتم كنتوا جهاز؟ كي قلنا انتم، كي كنا نقول لهم انتم جهاز، قال لك احنا لا احنا حزب الرئيس وحزب اللي يحكم. قلنا لهم تحكموا، قال لك احنا جهاز. يعني نكملوا في هذه، هل المرحله المقبله نقعد نهضر على الافلان والارندي وننساو التحديات اللي تسنى فينا؟ يعني هذا خطا، خطا جسيم يجب ان لا نرتكبه، ويجب الان وضع الافلان في المتحف.
هذه ندينا عليها منذ سنوات وسنوات ببساطة. بينسون ببساطة الأمر هين. إلا تروح للجمهورية الثانية بحزب اسمه الأفلان، ما كاش جمهورية تانية، كاين هذا أنا نلعبه لعب وضحك نضحكوا على الناس ونقولوا درنا جمهورية تانية ونزيدوا شعبيا مرفوض وين شعبويات هادو خلاص. لا شعبيا لن يكون قبول مثلا لهذه الندوة التي يشرفوا عليها الأفلان أو شوف بيناتنا الأفلان ماذا يمثل عند الشعب؟ يمثل هذاك المقر اللي عنده حاجة يقضيها يروح لها سكن عمل ورقة يجيبها من البلدية ولا يجيبها من الوزارة ولا مش من يجيبها. هذا هو شيء مثل الأفلان في الحقيقة. ما نعطوش الأفلان هذا القيمة حزب، هو ما هوش حزب، هو مقرات تجتمع فيها بعض اللصوص بعض الانتهازيين وبعض وهذه حق. لا قال لك أنا حزب وطني وأنا سيد جبهة التحرير وتضمن المصلحة. شوف أنت صحفي وأنا صحفي. لا زهر، لكن أنا الآن في بلاط ومطالب أن أكون محامي الشيطان. صعبة جدا أن تكون محامي الشيطان، معليش اسمح لي باش نوازنه ما نروحوش كاع في خط واحد. وكان جبهة التحرير وسائل مثلا نطق الحرك الشعبي، بمعنى بوشرب يقول للرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسم منتهي ولايته لا تترشح ومشروعك مرفوض، مشروع نشرف في المرحلة الانتقالية مشروعك مرفوض. ويحيى قلب الرحف الواحد على السلطة أن تستجيب فورا لمطلب الشعب. ويحيى قلب الرحف الواحد على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن ينسحب لأن هذا مطلب الشارع. هل يستطيع غدوة نهار غدوة الجمعة هل باش نقول لك راه منافقين، هل يستطيع غدوة ويحيى وبشرب ينزلوا الشارع لغرونبوس مثلا؟ انا راني نقول لهم راني نسلك غدوة الى صح تمنوا باللي بالشلت حقيقة انزلوا الشارع. اين يعيشون هادو السي العربي؟ أين يعيش هؤلاء؟ طيب إذا كان في حراك شعبي واضح في إقامة الدولة. نعم في إقامة الدولة، يعني يديروا حراك في إقامة الدولة كمان. لا ينزلوا الشارع، لا ينزلوا الشارع. كاين رؤساء حسب راهم في الشارع. صح الحراك ومن حقه يتخوف، رفض كل الناس، حوز الوزاحة والحوز المديري هذا حوزهم كلهم وحوزهم بأدب يعني بتهدم بأدب من حقهم. هل يستطيع ويحيى وبوشر بغامر وعلى بالهم يتحوزوا غامروا برك ونزلوا نحب تكون عنده الشجاعة ينزل ويحوزه معليش. طيب المطلوب منه الآن أن يذهب إلى بيته خلاص، ما تبقاش تكلم على أفلان أو حراك أو شعبي. مش يتكلم وصلوا إلى سن اليأس السياسي تقاعد. في كل دول المتحضرة لكل رجال السياسة كل وجوه السياسة في فرنسا في أمريكا بارتو لما يدخل مرحلة معينة تنتهي المرحلة انتهى ينسحب عادي جدا. اللهم اللي احنا رئيس مدى الحياة، وزير مدى الحياة، أمين حزب مدى الحياة. البارح نسمع في أحد الفضائيات واحد يقول لهم جبهة التحرير فيها ديمقراطية والأمانة العامين تبدلوا ويتحاوزوا كامل، ما كانش اللي راح بإرادته. طيب العربي الآن شو حاب ننبهك نقطة برك. الانتخابات في الجزائر باش نقول لك المستقبل غامض، ما تقدرش تقيم واش كيفاش راح تكون. كانت الانتخابات كوطا تتوزع على الاحزاب، كان قبل كل تقريبا كل انتخابات نفهمك باللي باش رئيس بوتفليقه جهاز الدياراس فكوا، كانت الكوطا نتاع كل حزب ديرها الدياراس تهبط للولات يطبقوها كل حصص بينها. الان هذا الجهاز راح، اعتقد الاداره رايحه تنسحب. من الصعب جدا تتنبأ كيف المستقبل السياسي. طيب محاولات لملمت هذه الاحزاب بدات الان تصحيحيات، بدات مش عارف محاولات انقاذ للأفان استرجاعه يقول لك البعض. انا اعطيك ما هو مسوخ اعلاميا، كذلك في الارندي بدا البعض يوقع يستقيل، قال لا هذا الامين العام والناطق باسم الحزب اخذنا الى 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 طريق مسدود، لكن هذا لا يمنع ان ننقذ هذه الاحزاب. الأحزاب ليس من الممكن أن نحكم عليها لأنه كان في الواجهة يحيى وصديق وكان في الواجهة بوشارب وجمال العباس، أن نقصي الجميع ونحكم على الجميع. ماشي قضية إقصاء، أنا ما نقدرش نقول المناضلين تاع الحزبين هذا وش يدير المناضلين فيها، أكيد المناضلين لتحت لتحت، ولكن هذا المناضلين أنا نعرف مناضل شهم وفحل من تيار تسموه نحييه إذا كان يسمع جمال الدين بالحاج، تطلع مره سيناتور شاف العوج وجه النواب وجه النواب الثالث الرئاسي عطى ويحيى امر قال لهم ما يزيدش يترشح في الحزب. لحد الان دفع الثمن، دفع الثمن غاليا بامر من احمد ويحيى. طيب هذا نقصيه العربي الان؟ لا ما قال والله ما انت برسم حزبك الذي اخطا بصيرته فيه ويحيى ان تذهب. ما نقصيش المطلوب الان تكييك مدول المتحضره. انا ما نظنش من الان فصاعدا ويحيى راح يزيد يرجع. شكون المرض تاع الحزب هذه وين كان؟ ما كاينش غير في يحيى برك ولا في بوشارب، والله كان في صانع القرار في الرئاسه
الرئاسه يقول لك لما لا 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 انا حضرت واحد الجلسات وحنا صحفيين وذنينا يخدموا دائما كيف جمال ولد عباس الامن العام تاع الفن يقول لك جسلال قال للسعيد واش راك في جمال عباس معليش حب البساطه هذه يعني المناضلين هذا اللي سمبين المناضلين عمرهم ما كان عندهم قاره في اختيار الامن العام شكرا لك العربي فقط سنواصل ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا إلى البلاد اليوم مجدد وترحب بك العربي زواق الإعلامي وزهير أيت مهوب الكاتب والصحفي ومراسل ZDF الألمانية في الجزائر. أهلا بكم مجددا بعيدا عن الأسماء التي كنت تذكرها خلينا نروح للزهير. زهير هل يصح أن نحكم على هذه التصحيحيات أو محاولات إنقاذ؟ أنت صحفي والعربي صحفي، عندنا كثير من الأسماء اللي كانت في الأفلام لكنها كانت ناقمة. هناك من دخل بيته منذ 99 ويقول لك الآن لما لا نرجع للأفلام زخمه حزب حاكم، ليس بالضرورة أن نرميه هكذا بهذه السهولة، ربما قد نمنحه للشباب وبروح جديدة وإلى ذلك، بعيدا عن الأسماء التي ذكرها العربي منذ قليل. شوف الناس سيقصون وحدهم هما من المشهد السياسي لأن الشعب لن يقبلهم أبدا. خلاص إما نسلم اليوم أن في مرحلة جديدة لبناء جمهورية جديدة، مرحلة جديدة بأوجه جديدة بعمل سياسي جديد، إما نقدروا نبكوا على الأطلال. وبالمناسبة هذه الأفلان التصحيحيات حياتي قاعد نسمع في التصحيحيات عييت، كنت شفاكي كنت نكتب كنت نعيا قول خلاص ريغريسمون في الفلان ما انتيريس با، دائما تصحيحيه واش تصحح اي اون بلوس شكون هو يصحح على واش يصحح يعني على حسب الريح. اليوم جات الريح كان صحوها هكا ما سي بون سي فيني تو سا سوا نادمي دركا نقبلوا بشيء انه لا وجود لحزب سياسي لانه هذا الحزب اليوم لفلان وضعنا في كان البارح كانوا يضربوا على الكادر نسينا هذه الامور وهذا يقول لي اليوم لا بصح حنا عدل شويه على الاخر حنا نولي للشعب اون بلوس زيد كاين مشكل في هذه الحكايه عندما يقول لك عندما رجع كل الاحزاب في الجزائر كمعارضه وموالات ولاو ينصهروا كاع في الشعب والشارع وانتم احزاب ولا واش تكونوا هذه الاحزاب حتى احزاب المعارضه في السنوات اللي ولات واش كانوا يقول لك احنا ما نروحوش للشارع ما نمشيوش للشارع اليوم كي كان الشارع نجوا كاع للشارع اللي اخذ تتصاور نديروا لي سيلفي ونقولوا بلي احنا احزاب سياسيه الكل انصهر في الحقيقه في الشارع لكن نقطة مهمة كل احزاب كنت تقول لك لا احنا مش تاع فوضى مش تاع الشارع انا نخرج على الشارع ونقولوا الشارع هو اللي يحكم اون بلوس الشارع هذا ككتله هذه وشنو هذا الشارع هذا طيب معليش زهير اسمح لي نلغي كل هذه الاحزاب لا والله سنلغي كل هذه الاحزاب يعني كلها سنحلها تدريبا الى البيت الاحزاب طيب من الان كيف لا المرحله المستقبليه كيف سوف تكون شنو هي المرحله نعطيك بزاف دوك نقولوا نعطيك بزاف امثله مثلا انت عندما تشوف الطلبه مثلا خرجوا في الشوارع اتسيتيرا واش دارت المنظمات الجماهيريه الطلابيه تاع الافلان وتاع الحماس هل منعت خروج الالاف من الطلبه الى الشارع يعني حتى النظام حتى ولو جدد نفسه سيلغي هذه المنظمات وهذه الاحزاب لانه ما دارت والو هذه الاحزاب في الفتره هذه اللي كان النظام محتاج اليها اكثر من زمن مضى واش صرا كانت تخلاو كاع خيانه ولات واثنين فقنا انه كل هذه المنظمات والاحزاب ما تنفع لوالو تنفع الا كما كان يقول طيب للعربي الان هل الافلان عطانا ورق الطريق حبنا نامن انه الافلان عنده ايه اون با ادمت كو الافلان بو كونتينيو معليش ماذا يفعل اعطينا يا سيدي ورق الطريق قال لك ندوه الرئيس هو ما درنا والو دوك انا نلعب مرفوضه شعبيه طيب العربي مرفوضه شعبيه وهذه الندوه لو كانت الدار اخطر مناوره للحراك الوطني لو كانت الدار تضرب 10 ما تكملش طيب العربي الان والله
بواقعية، يعني نحل كل هذه الأحزاب؟ هل يصح العربي، هل تقبل أن نجعل كل أوجه السياسية الآن، تعرف كنت معنا في البلاطوهات أنه كانت بعض المعارضة تجتهد تناضل تحاول، يعني والله يصح أن نحكم على الجميع كله بالأفافاس بحزب العمال بجميع بكذا ونجعلهم في كيس واحد ونقول هذه ليست أحزاب، انتهى زمنها، يعني الغث والسمين؟ لا احنا ما نتفقش، سنبخس الناس أشياء. الحل ماشي احنا ماشي بالطريقة هذه، لا عندنا حزبيين، ما نقولش مناضلين، حزبيين ملاح ومناضلين حقيقة، عندهم أفكار، عندهم ماذا وناضلوا، عندنا وزارة نجحوا في المستوى، عندنا ولاد نجحوا في المستوى، وعندنا وزارة ما يسيرش دورها وزير، وعندنا ولاد ما يسيرش دورها وزير. لا فوق الله حنفش قرية واحدة، كاين هضرت في المستوى، كاين مسؤول في المستوى. الحل ماشي هنا في الجانب السياسي، الحل وقف الريع، يعني لما تروح تنظم الحزب تدفع الاشتراك ما عندك حتى مقابل، نضال قناعات في اتحاد الطلبة نفس الشيء، قناعات إذا تروح تنظم وما تستناش مقابل مرحبا بك. إلى الآن المشكل تروح لجبهة التحرير مثلا الأرندي شفتوا هذا يكون في المنصب عضو المكتب السياسي ولا عضو الأمن الوطني ولا عضو راه بيان تنحيد يدير لك حركة صحية، يعني النضال أصبح مسؤوليات ومصالح، تسقط هذا النقطة نتاع المصلحية، تناضل الله يسهل عليك من حقك، بصح المصلحة ما تسنى ولا شيء، يروح للإشكال هذا. أما إلغاء الكل هذه عدمية ما تبنيش. أسأت فهمك زهير، لم تكن تقصد أن نجعل كل الأحزاب في كفة واحدة ونتخلى عنها. احنا لما نتكلم على هذه الأحزاب مثلا نتكلم على رموزها، على بعض الأوجه، وجوه الحاكمة. نعم نعم، ما تبقاش الواجهة، الواجهة تروح، الواجهة ما شغل الواجهة حتى اللي مخبيين هذوك سونتيغي، الواجهة المساعدين، المساعدين هذوك واعرين ثاني. هذا كما قال لك هو، عندما يرجع العمل السياسي على اساس القناعات وما غير ذلك معليش ماشي مشكل. هل تعتقد انت انه كل ما بني حول هذا الهيكلين اللي هو الافلان والارندي كان على اساس سياسي؟ نو، الإجابة لا، لأنه كانت غير المصالح، الناس تجي تدي مصالح وتدي الآخر. دونك هذا كما قلت من قبل، أنا وحدهم حتى نحل هذه الأحزاب لأنه ما بقى والو، لما وش حينفع الأفلان في المرحلة القادمة مثلا، ولا اتجهنا إلى ديمقراطية حقيقية أو شبه ديمقراطية وما لبناش راح نسموها هذه الساعة الحراك نزام على بناش راح يدينا. لكن هل في المرحلة المقبلة هذا الأفلان كما راه مهيكل الان على اساس انه يحدوا مناصب في الوزارات، يحضر لمؤتمره الاستثنائي ويحضر على وجه قفزه نوعيه، هل هذا يهم ثورة. الشعب اليوم هل هذا يهم الشعب في الحقيقه؟ شنو يديروا مؤتمر؟ شكون يديروا مؤتمر على روحه؟ وكونترير ماشي وقت لو كان يديروا مؤتمر يعاودوا يجيبوا لهم حكايه الكاشير، ما درنا والو، يقول لك زادوا الشعب الغاشي. اسمح لي ملاحظه بسيطه جدا، انا كلامي كان الاحزاب بشكل عام. انا بالنسبه لي جبهه التحرير هذا اثم مشترك بين كل الجزائريين، مات احتراما لها وتقديرا تروح للمتحف، يعني ما ضر والو، واش ضر جيش التحرير لما دينا المتحف واسم الجيش الوطني الشعبي؟ جبهه التحرير لو كان جيت انا صاحب قرار، كنت في بلاصه رئيس الجمهوريه ورئيس الحزب، حلها، دخل ممتلكات الخزينه العموميه ورق الملف، يا المولى تعجبتي ديروا حسابكم. نغلق الملف، خلينا باش نتكلم على ملف اخر. سي العربي زواق، مش عارف كيف تتابع أخبار جولة العمامرة في الجزائر؟ والله الجزائر أصبحت موضوع في القنوات العالمية سي العربي، يقول الكريملين ويقول رئيس الوزراء الإيطالي وتقول وزارة الخارجية الفرنسية وتقول وزارة الخارجية الألمانية. مش عارف، أنا شخصيا عندي قلق لما نسمع هذه العواصم تتحدث عن قضية جزائرية صعبة جدا العربي، صعبة جدا، مؤلمة، مخيفة، لم نكن نتمناها. لا شوف الحساسية اللي عند الجزائريين من تدخل الأجنبي، ما تكلمش عن شعب واحد آخر، عندنا حس مفرطة. الشيء المؤسف قراءتي عليها العمامرة راح رقم ترفضي السلطة ترفضي التدخل الخارجي وراح تستجيب الخارج. أعتقد أن قراءتي أن صاحب الخارجة هذه هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. عبد العزيز بوتفليقة مقرر كما قلت لك في أكثر من مناسبة وأكثر في بلاطو يستحيل ينسحب من الرئاسة إلا مجبرا، بمعنى ما نروحش ويسرى ما يسرى، وإذا ما انفجرت الأوضاع لا قدر الله. وأنا متأكد 1000% كنشوف شبابنا المتحضر هذا، اسمح لي نفتح القوس نقول شوف هذا الحراك الشعبي
خرجنا الشاب الجزائري هذاك الطاهر النقي المتحضر اللي كنا نشوفوه فوايو يضرب بالموس يخطف تليفونات، كان مقهور بمجرد ما تحرر من القهر اللي كان عايشه. ها هو الإنسان الجزائري كيف داير، ما يلفتش راسه في امراه، ما يقولش كلمه بذيئه. وكي اخي كنا قبل كنا شوارعنا جحيم. شوف الانسان الطاهر اللي كيف خرج، هذا ما كانش ضمانه لاستقرارنا ومستقبل البلاد كما هؤلاء الشباب اللي هل كان يتمنى. للاسف اقولها بالغصه، تدويل ما يكون في الجزائر. اصبحنا عواصم تتحدى، هذا شيء اول من رفع مستفز للاعلامي وللمواطن. سهير رضوان، لما تحرك الشارع الجزائري اول واحد رفض التدخل الاجنبي هو السلطه. الشارع قال لهم احنا نرفض الخارج سيرتو فرنسا، رافضين رفض مطلق ومحقين. ولكن لما تكررت الخارجات الجمعات بدأت تكرر والرفض ولا تقريبا شامل، طيب اعتقد مفلقة لهنا ونيته ما ينسحبش، وليكن ما يكون بعدها في حد فجر الاوضاع ديروا معايا ممكن وقفوا معايا كما وقفتوا مع الاسد. وهذا شيء مؤسف، نقطه سوداء في تاريخنا. جيا ونائب الوزير الاول سي العمامره قال بالتصريح باللغه الفرنسيه ما يحدث في الجزائر هو امر عائلي او شان عائلي. طيب اذا كان شان عائلي ما معنى نقصد الكريملين وما معنى ان نقصد المانيا؟ هل هذا والله توضيح؟ قال لك لا هذه دبلوماسيه وهذه علاقات خارجيه ربما فيها جانب غير مرئي غير معروف، لا باس ان تعطي شريكك المعطيات والمعلومات والتطمينات، في النهايه هذا بلد وبلد وهذا بلد واتحاد اوروبي. على سبيل المثال مثلا على اعتبار انك مراسل زياف الالمانيه، شفنا سي العمامره يستقبل من وزير الخارجيه وليس من المستشاره الالمانيه. مش عارف كانت بعض الاخبار بانه كان جرى امر بروتوكولي انه كان مفروض مع المستشاره وليس مع وزير الخارجيه. كما مع بوتين نفس الشيء، بوتين اعتذر في اخر لحظه قال لك لاسباب اجنده بوتين، نفس الشيء مع ميركل. هذه امور طبيعيه. شوف كما قال هو كاين قراءتين لهذا الموضوع، القراءه الاولى اللي قالها العربي زواق، القراءه الثانيه نحو الاحاسيس نحو كلش بقراءه دبلوماسيه للامر منطقيه واقعيه. هل يمكن في الامر ميم سي مو جو نو كوا با فريمو، يمكن في الامر ان تكون خطوه استباقيه لشيء ما؟ الخطوه الاستباقيه واش حاب يقول؟ حاب يقول عندما نروح عند عواصم العالم انه قبل تدخل الاجنبي، قبل تدويل يعني سوبير لانترناسيوناليزاسيون دو دوسي الجيريا، حنا اللي نستبق الاحداث. لانه عنده الحق كي تشوف مليح يعني باش نكونوا يعني الخارج كان سيطلب معلومات، كان سيطلب انا نجي ليك من قبل ما تبدا تهضر انت، لانه ما توليش في حرب التصريحات، لانه انا ماش حنتحمل تصريحات، انا نجي نقول لك. ايوه هذا ذكاء سي العربي، لماذا انت تقولي ناقصين بصيره وذكاء؟ شوف ما قلناش، لا اصبر دقيق، قلت هذا يمكن 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 انا مع الطرح الاول ديالو. لكن بالك انا غلطين ثاني، لانه اللي ما عندوش المعلومه نقعدوا نتكهنات قال وقال. لكن انا ما اعلم واش قال وزير الخارجيه العمامره في مع محاوريه في الخارج. راح لشيئين خاصه في العواصم الاوروبيه، لانه بدا بايطاليا ثم المانيا عندها دلاله. إيطاليا وألمانيا كفاعلين جدد في أوروبا خاصة في ملف المهاجرين أصبح مشكلة. كان مشكل بين الجزائر، وكان حساسية في هذا الموضوع بالذات بين ألمانيا والجزائر. نعم داكور. دونك اليوم واش صرا؟ يروح هو واش يقول؟ قال مع محاوريه الأوروبيين قال لهم أنه في الجزائر الأمور هاو اللي كيش يتصير. الخوف الكبير اللي عندنا احنا اليوم هو أن الإسلاميين هم يتربصوا بالحراك. هاو شو يقول هذا في العواصم الأجنبية؟ الفزاعة الإسلامية، التخويف من الإخوان وركوب الأمواج والنموذج المصري. حتى وإن كان حقيقة مكيجي من لسان هؤلاء ما عندهاش يعني مصداقية. الأولى. اثنين، يتحدثوا على المهاجرين لأنه يزم يطمئن إيطاليا. قال إحنا مأمنين الحدود مهما يصرى في البلد، مش حيكون عندكم لاجئين وما غير ذلك. هذه كانت منها طمأنة ومنها رسائل كذلك، ومنها ربما استعدادا لأمر ما.
لانه كنت نقول انا مقبل شيء انه ما تنساوش انه النظام لحد الساعه لم يستعمل اي شيء ضد الحراك اي شيء. انت تتوقع ان يخرج اوراق اخرى بخلاف التنازلات والحلول؟ بيان سور يفو با كوا يفو با تخنايف لانه لا والله يدفع بالتأزيم زهير. وين على بالنا؟ يعني قلت لك أنا الخوف الكبير أنا خوفي كجزائري لأن الجولة هذه الخارجية هي تمهيد لمحاولة استعمال قوة أو فرض حل آخر. وي من ما لا ندري لأنه أنت راني قلت لك رانا في جمود في الحقيقة رانا في انسداد وجمود. كاين مطالب الحراك الشعبي من جهة وأذان غير صاغية من جهة أخرى. تغيير الموقف الفرنسي أو شيء من الليونات. تذكرت لي بالجمعة الماضية سمعناها بأنه كانت فيه لافتات ماكرون ديغاش سمعناها في الجزائر شيء غريب في ساحة أوداو في أول ماي ماكرون ديغاش صعيبة شوية. الآن وزير الخارجية الفرنسي قال لك أنه أحيانا موقفنا قرئ بنوع من السلبية. قال بأنه الفرنسا لا ينبغي أن تتدخل في الشأن الداخلي. برأيك هو خوف من ردود الأفعال في الداخل أم في النقطة التي كان يتحدث فيها زهير؟ قال لك ربما هناك شيء ما السلطة حتى الآن تتعامل بالسلمية الواجبة مع الحراك. لا يوجد فرض أي منطق. هناك تنازلات مقترحات لكننا قد نذهب إلى نماذج أخرى. هذا في عالم التكهنات والإمكانيات. شوف فرنسا تدخل في الجزائر حقيقة واحد حضور قوي لأن إحنا جزء من الفضاء الفرنفوني. هل تنظر في الفريق الفرنفوني ولكن هذا المسؤول عليه السلطة مش الشعب. الشعب يرفض فرنسا جملة وتفصيلة. ما يقبلش كل جين فرنسا مرفوض بشكل مطلق رهيب يعني. ولكن اللي كانت تنقض الشركات الفرنسية اللي كانت تربط بالسلطة الفرنسية هي السلطة الحاكمة. السلطة تستجد بفرنسا شيء طبيعي على حساب الشعب الجزائري على حساب الحراك. ليس مهم سمعة فرنسا ولا ليس أمور الشعبية. الدول الكبرى ما هي جمعية خير. الدول الكبرى تمشي معها صالحة اللي هنا. ولكن أعتقد لأن أنا يعني الموقف الرسمي الفرنسي مال الشارع الجزائري لأنه فقط العربي حتى نذكر ربما اللي ما يتابعش بأنه باريس كانت تقول ينبغي أن تكون المرحلة الانتقالية قصيرة وبأجندة واضحة لكنها استدركت. قال لك أنه فهم بأنه هو ميل للخارطة التي يقدمها الرئيس المنتهي ولاية حقيقة. لما تقول لك المرحلة الانتقالية فرنسا الرسمية تبنت ورقة بوتفليقة مع نصيحة ما تطولوها أنها تكون قصيرة قصيرة. هذا ما كان الآن هبط لأنها عرفت رد فعل سلبي. رد فعل سلبي من طرف الشارع. أنا وش يطمني في الحراك هذا اللي نعيشوه الشارع؟ قلت لك ظهرنا الإنسان الجزائري المتحضر الراقي العلاقة الحميمية اللي خلقت بين الشارع وجهاز السلطة والجيش. علاقة طمن يعني تلاحم فكرة واحدة مصلحة الجزائر في كل اعتبار اللي هنا بيناتنا النظام وراه بوتفليقة. يا أخي بوتفليقة مجرد شخص جزائري صح ورئيس جمهورية على الرأس والعين ينسحب حول وعلى هو يعني بيناتنا ولا ما يكونش كزروال ولا الإشكال يكون كزروال معزز مكرم مجاهد ونحترم وقدره ولكن بعد 20 سنة ماكش مؤهل باش تحكم. حتى أنا دايما نقول حتى وكان بصحته نفرضوا بوتفليقة مازال بصحته كما سنة 2000 هل معقول يحكم بعد 20 سنة؟ غير معقول. أما هو مريض فدائما نقول لك يا سي رضوان في المكان هذا في غير المكان هذا العهدة الثالثة خطأ والرابعة خاطئة أما الخامسة فجنون. جنون. طيب ماذا نفعل الآن مع الخارج؟ الآن نحن نسوق له لفكرة نحن نخشى عليه من الإسلاميين كما يقول الغربية. تعرف أنه مليح والدول الغربية الآن أحرص الناس على استقرار الجزائر هو الدول الغربية. على سبب واحد لو كان لا قدر الله وإن شاء الله ما يحصلش ينفتفرج الأوضاع في الجزائر دعم كبير للساحل اللي راه متواجدين فيه الإرهابيين الاستقرار اللي يحدث في ليبيا إلى يوم الدين وهذا ما تساعد الدول الغربية. الهجرة بالملايين من الجزائر نحو فرنسا كارثة لفرنسا. أحرص الدول على استقرارنا هي الدول الغربية ولكن بعد
طيب. مواطن الجزائري المواطن هو حتى طيب. الامن واستقرار اسمح لي استقرار الجزائر وامنها راس مال عندنا احنا الجزائريين والدول الغربيه تحميه في الحاله هذه ما كان حتى حاجه تقل. زهير الغرب ناقص بصيره هو الاخر حتى يواصل في دعم رئيس مرفوض شعبيا الاف ملايين الجزائريين لا يقبلونه صعبه جدا للهضم يعني تتوقع انه موسكو باريس وروما ستواصل في دعم نظام شخص انتهى شعبيا منطقي عندما تتحدث مع الدبلوماسيين الأوروبيين ماشي المتواجدين في الجزائر الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يعني في البرلمان الأوروبي وما غيره وكيفاش يتحدثوا على الجزائر مثلا هل تعتقد أنت أن الأنظمة الغربية كانت تساند بوتفليقة مثلا هذا من الخطأ تساند مصالحها وهذا أمر طبيعي أن الدول تمشي على حسب مصلحتها ما تقول على دوبيان على بوتفليقه ما تقول دو مال ما قالوا مليح ما قالوا ماشي مليح دائما يقول لك الشعب والسيد والقرار هل سمعت يوم الاتحاد الاوروبي مثلا ساند الرئيس بوتفليقه شخصيا او نظامه نو لكن لما يكون نظامه يشكل خطر على استقرار بلد معين على هذه الصور على هذه الحياة التي باتت مكهربة هل سيستمر في الصمت فلنقول على أكيد أكيد نقول لك لماذا لأنه الحراك اللي نحكوا عليه احنا اليوم 22 فيفري الفارط مازال شهر برك هل تعتقد أن الأوروبيين أو الساسة الأوروبيين والدبلوماسيين يبنوا على شهر من الحراك على النظام اللي مازال ما عطاش الرد للمطالب والحراك لا لكن لا احنا دائما مربوطين باريس في المناقشه شفنا ان نظام بن علي لما وصل الى نقطه الرفض يعني ذلك التبني والصمت حول الى رفض كذلك خالط خطا في شيء رضوان واش يقول البارح اليوم البارح وزير الخارجيه الفرنسي كي بدا يشرح الوسره قال لك الرئيس الفرنسي قال لك حنا نتحدثوا مع المسؤولين في الجزائر ويعلمونا بكل صغيره وكبيره وفي نفس الوقت قال لك اليوم باش يصحح الامر قال لك احنا تانيك مع المجتمع المدني نتناقش معاه باش يسترد باش يقول لك انا ما نتناقش غير مع الناس اللي حاكمه في البلاد لكننا لا نتدخل في الشؤون الداخليه يعني حل الوناقش صعب الجمع شوف احنا اما اليوم نفهموا شيء انه احنا ماناش عايشين وحدنا في العالم مازال نبنيو على هذا كما بنوها انه هما في 20 سنه هذه الماضيه قال كاين غير حنا اتونسيون نغلقوا الابواب والحدود ونديروا نخليو جوناش والايادي الخارجيه لا ما نبنيوش هكا اليوم البلدان تعيش كاع في قريه واحده متكامله يعني امر طبيعي حتى المغرب لو قدامنا لازم نتحدثوا معه حتى تونس لازم نتحدثوا ونشاوروا معه حتى مالي والنيجر والتشاد هذا عمق الامني للجزائر يعني مليح نروحوا للعواصم الاوروبيه نخبروها قال واش كاين واش ما كاش بصح في نفس الوقت ما نخموش انه الجزائر عايشه وحدها في فلك وحدها لا بيان سور يلزم الجزائر انها تتحاور مع جيرانها ومع فرنسا ومع فرنسا لماذا لانه فرنسا عندنا 4.5 مليون جزائري تما وعندنا مهاجرين وعندنا حراقه وعندنا علاقات تاريخيه ومشابهه لكن هذا واش يملي لنا مليح واش يصرى الان مليح نشوفوا موقف فرنسا لانه المرحله القادمه اونكور اون فوا نعاود كيف سنبنيها مع جيراننا كيف سنبنيها مع الدول الأخرى لأنه بلاد كما فرنسا أتى الوقت لأن نكون ند لفرنسا لأنه عندما ما تكونش عندك بلد عنده شرعية يعني الحكام تاعو ما عندهم الشرعية واش يصرى بيان سور فرنسا ستتدخل وألمانيا ويدخل حتى المالي لما لا لأنه أنت ما عندك شرعية أنت فاقد الكلش لهذا احنا نبني مليح المواقف هذا نشوفها والتذبذب فيها وتطورها الى ما ذلك لانه كي تشوف في الحقيقه التصريحات تاع العواصم الاوروبيه تصريحات دبلوماسيه ما فيها لا زياده بيان سور لن نتدخل فضفاضه ما عندها حتى معنى اساس لا دبلوماسي وما فيش اش جديد لكن كذلك لأنه بعض القصص لا بدات بعض القصص في بعض البلدان شهر انت قلت لكنها شهرين ثلاثه اصبحنا نعرف باريس وغيرها تقول على فلان ان يرحل فورا سمعناها في التاريخ بصح فرنسا شوف فرنسا بالذات باش تلحق تقول على هذا فلان ان يحل فورا بمعطيات بمعلومات جديد بمعلومات مؤكدة طيب. أنه سيد خلاص أورايا طيب فزاعة قال لك زهير هي الإسلاميين والتخويف أعتقد هذا النوع الذي يخيف
الاتحاد الأوروبي يخيف الشركاء، هل سيكون مطية؟ هل مثلا والله هذه المرة كذلك تمشي قال حذاري الحراك إذا انسحب فلان قد يؤول إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، قد يؤول إلى مقري والإخوان، فهذه الفزاعة مثلا في هذا الظرف، هل الغرب ليست لديه معطيات ومعلومات إلى هذه الدرجة؟ ربما هل يمكن أن يصدق مثل أشياء وربما هي واقعية كذلك؟ هذا واقعي، ولكن المجتمع الجزائري تجاوز هذا الامر، تجاوزها. شوف حبيت اقول لك كلمه، كل الاسلاميين وبدون استثناء كانوا متطرفين في السبعينات، كانوا الاسلاميين كلهم كيف كيف. لما تقول مثلا روح ناقش، يقول فاش ناقش في كلام ربي؟ كانوا يشوفوا هما الحق المطلق والباقي الباطل المطلق، هما على صوب على طول الخط والباقي كله مخطئ. والان بعد التجربه بدا الصراع بيناتهم. تذكر انت لما محفوظ نحناح الله يرحمه اسس هذيك الجمعيه خير، وبعد ذلك تحول للحزب السياسي تاع حماس الارشاد والاصلاح. تعرف الهجومات العنيفه اللي تتعرض من الفيس، من الفيسيه جماعه الفيس، يقول لك كيف ندير حزب الاسلام واحد ولازم حزب واحد. ولكن بعد الممارسه بعد بدا الانفجار بيناتهم. الان حماس مقسوم اعتقد اربع احزاب، الفيس ما تهضرش. الفيس هذا كان يقول علي بالحاج في التلفاز العمومية لا ديمقراطية في الإسلام، وهذه آخر انتخابات. نهار فازوا بالبرلمان أعتقد أحد قدهم يقول على الجميع أن يستعد للتأقلم مع ملبسنا ومأكلنا، يعني أن نحي سروالي ونلبس العباية نتاعو. فاشية تكون كمان ولا مكاش، ما عندك حق في الحياة. بعد ما اكتواو بالإرهاب، والإرهاب هما اللي شعلوه، الفيس اللي شعلوه ماشي واحد آخر. طيب هذيك القراءة دوك نحوس نكتبوا على روحنا. طيب هذا ما يقوله مثلا العمامرة الآن الأوروبيين، ما تقوله أنت العربي الآن. الآن لا مش يقول هذا. الآن أول واحد يرفض العنف هم الفيسيين. الحمد لله الواقع الداخلي الجزائري إسلاميين وديمقراطي. شفنا سعادة مع مجمعة الفيس وقبل في لم تصلح، لم تعد تصلح فزاعة السبعينات والثمانينات والتسعينات حتى نقنع بها الشريك. يستحيل دا أسمح لي سي زهير، داخل الإسلاميين خارج الجزائر صح فيه 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 في حاجة تخوف تاع دعاة تطبيق الشريعة والخلافة وهذا. أما داخل الجزائر فاكتوينا بناء الإهراب، والناس كلها دفع الثمن، والفيسيين جماعة الفيس هم أول من يرفض. لا تصلح إذن كمبرر حتى نقنع به الأوروبيين بالخارطة التي يقدمها الرئيس المنتهي ولاية عبد العزيز بوتفليقة. شوف في دقيقة من فضلك في النقطة هذه بالذات، احنا وش شفنا اليوم في الحراك؟ شيء جميل، حتى النظام مصدوم شوية من الفكرة هذه، شاف جزائريين جدد فكي غميناهم، خلقنا عليهم سنوات وسنوات وبنينا النظام على كاع واش كنا نحكوا دوك الفيس وبقايا على بالي شكون وهذه والفزاعه والاخر وفلان ونجيبوا الايدي الخارجيه وفرنسا وغير ذلك، كل شيء نهار. اليوم كل القراءات اللي لازم نقولوها ونديروها، كل ما نريد بناؤه للجزائر الجديده ماشي بالهاد الاطروحات. خلاص هاد الاطروحات مضى عليها، خلاص فيني باسون او تشوز ماتنو. لو ديسكور دو شانجي، حتى الاسلوب اليوم في التعاطي مع المملكه في انتظار ذلك. شكرا لك زهير عيد مهوب، تجاوزنا الوقت بكثير. العربي زوال الاعلامي، الحراك خرجنا الانسان الجزائري الحقيقي، رجاء حافظنا على الانسان الجزائري. شكرا لك العربي زوال، وشكرا لكل من شاهدنا، الى اللقاء.